طيب حضرتك الوقت اصلا لاعب النادي الاهلي ما بيروحش بيته، يعني هيخلص خلص ماتش بيراميدز بيستعد علشان مباراه سموحه، هيخلص سموحه يوم الثلاث عنده مباراه يوم الجمعه في افريقيا ضد فيتا كلوب. هل حضرتك شايف ان ضيق الوقت ما بين مباراه سموحه ومباراه فيتا كلوب في افريقيا ممكن ياثر على الفريق، ولا الجهاز الفني حاطط في حساباته واعتباراته ان التمرين والحصص التدريبيه وكل الاستعدادات ان هو يكون عامل خطه فنيه استشفائيه خاصه باللعيبه علشان اللقاءين ما ياثروش على بعض؟ ما هي انت بتتكلم الماتش الفيتا تقريبا يوم 15 يوم، لا يوم الجمعه، يوم الجمعه ثلاثة وجمعه على طول. اه ثلاثة وجمعه يعني طبعا اكيد، ما هو كل ده ضغط عليك. ما انا بقول لك مشكله ان الدوري مضغوط قوي، وان البطولات عدد البطولات اللي النادي الاهلي شارك فيها السنه دي كتير جدا. انت خرجت من البطوله على افريقيا، على بطوله عربيه، على كاس، على دوري، عمال خريطه انت عمال تروح هنا صح لهنا لتسافر هنا وترجع، الدنيا متلخبطه. لان النادي الاهلي زي ما قلت لك هو الوحيد اللي كمل لغايه فاينل افريقيا يعني، فعشان كده كان عنده ضيق الوقت، ده هو ده اللي فرق معايا. فالنهارده الماتشات كلها اتحطت في توقيت بقى قريب قوي قوي، فالدنيا قصيره يعني، الدنيا قصيره جدا. بعد الجمعه ما بتلحقش، عندك الجمعه اللي بعديها على طول عندك افريقيا برضو هناك هناك في الجزائر شباب الثوره. عشان كده بقول لك هو ضيق الوقت ده هو اللي فارق جدا. فعشان كده بقول لك رقم واحد انا يعني زي ما قلت لك بطالب بيه بقى مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه طبعا الاسطوره كابتن محمود الخطيب، ان لازم يبقى في حاجه جهاز استشفاء اللي هو جهاز التلج ده لازم يبقى موجود، لازم يبقى موجود في قطاع الناشئين، ويبقى مكتوب موجود فين في النادي الاهلي فوق. اللعيبه كلها محتاجه الاستشفاء على طول، وده محطوط في البلان ان هو يبقى موجود. كنت عايز اقطع حضرتك بس هو محطوط، فعلا محطوط، هو محطوط في الخطه اللي جايه ان يبقى موجود. انا يعني محتاجه بسرعه، لان انت النهارده اديك شايف عدد اللعيبه اللي بتتصاب بشكل كبير جدا جدا، والجهاز ده مهم جدا 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 للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب في بطولات كتير. فعشان كده النهارده انا عارف ومتاكد ان الكابتن الخطيب لا يمكن يبخل عن اي حاجه تخص كره القدم، انا عارف يعني. طيب يعني يا كابتن ايضا عايز اسال حضرتك، طبعا يعني عايز اقول ان اللعيبه هتكون في معسكر من مباراه من الثلاث الجمعه، ما انا عارف معسكر مغلق لحد مباراه يوم الجمعه. صح هتعمل ايه؟ ما تقدرش ترجع تاني وتسافر عشان اللقاءين هيكونوا على ملعب خلاص الجيش. هو يا دوبك انت هتلعب الثلاثه يا عمر، هتاخد استشفاء الاربع، هتمر خميس خفيف، هتبقى الجمعه المباراه، فما تقدرش يعني الامور ضيقه جدا جدا يعني. طيب عايز اسال حضرتك على النظام بطوله افريقيا الجديده، هل حضرتك شايف ان ده ممكن يظبط الامور الى حد ما بدايه من الموسم المقبل؟ حضرتك كنت بتلعب بطوله افريقيا كانت بتخلص في شهر نوفمبر او في شهر اكتوبر، دلوقتي خلاص الاتحاد الافريقي عايز يخليها زي دوري ابطال افريقيا، زي دوري ابطال اوروبا اسف، تبدا في شهر سبتمبر وتخلص في شهر مايو او اوائل يونيو، وبالتالي ان انت عندك كل شيء بالظبط، ان هي تبقى بطوله منظمه مع الدوري المحلي، وفي نفس الوقت البطوله تلعب في كل شهر على الاقل مباراتين. هل حضرتك شايف ان النظام الجديد لدوري ابطال افريقيا هل هو ده النظام الانسب مع صعوبه الطيران اللي موجود داخل القاره مع جدول دوري طويل خلال الموسم؟ بص النظام في كل حاجه بيبقى كويس جدا طبعا بصراحه، يعني انت بتبقى مرتاح، ولكن في النهايه برضو هيبقى فيه ضغط، لان انت في النهايه هيبقى في ارتباطات صح دوليه. هل انت هتبقى عندك التنسيق ده؟ هل انت هتقدر كاتحاد كوره يقدر ينسق لك جدول منتظم من اول الدوري لغايه اخره، ومن خلاله في ماتشات للمنتخب وفي ماتشات للانديه اللي هتلعب في افريقيا؟ هل كل ده هيبقى من خلال الخريطه اللي محطوطه من شهر 9 لغايه شهر 6 او لغايه شهر 5؟ هل ده هيبقى موجود؟ ولا في ناس بقى وتطلع انا مش هلعب الا لما النادي الاهلي يلعب ماتشاته، اصل انا مش هلعب الا مش عارف ايه، هنقعد نرجع بقى ونعيط يعني بكلمك بجد. هل النظام ده هيمشي؟ لو هيمشي يبقى انت كده صح، انت كده بتقلد، مش بتقلد، انت كده بتوصل للناس اللي هي المفروض انت توصل لها من زمان قوي في اوروبا، ولكن مع الفارق طبعا الامكانيات، بس كده بدات توصل، لكن انت مش هتوصل طول عمرك، لان مش هيبقى في نظام، انت ما تعودتش على النظام في مصر للاسف يعني. للاسف هو النادي الاهلي دايما بيعودك على النظام، وللاسف المسؤولين عن الكوره نفسهم ما عندهمش نظام، دايما بتلاقي حجج، دايما بتلاقي تاجيلات، دايما بتلاقي مش عارف ايه، والله يكون في عون الناس اللي هي بتحط يعني ما انا النهارده انا طلبت اجل، فده طلب ياجل، فده مش عارف ايه، فده عبال ما يحط هنا ينسق الجدول للفرقه ديت وينسق للفرقه دي، فالفرقه الثانيه تيجي تقول لك لا انا مش هلعب ده، فالموضوع صعب جدا. فانت النهارده لو انت عندك نظام من الاول يا عمر اعتقد ان ده هيبقى ده الانسب اكيد بالنسبه لنا يعني. طيب انا اسالك سؤال، بما ان حضرتك واحد من صناع القرار او واحد من الناس اللي موجوده في اكبر قطاع من قطاعات الناشئين اللي موجودين في مصر والنادي الاهلي، المسؤولين عن كره القدم في مصر هل هم ينظموا البطوله ولا يطوروا البطوله؟
ايه اللي مطلوب منهم؟ علشان في فرق كبير جدا ما بين تنظيم البطوله، وده امر عادي جدا واي حد هيبقى موجود هينظم، ولا حضرتك شايف ان هم لازم يطوروا من البطوله بشكل عام؟ عندك ثلاث حاجات: التنظيم والتطوير والقانون. في قانون للعبه، القانون ده في ايد اتحاد الكوره، مش في ايد انا كنادي اهلي، ولا في ايد نادي الزمالك، ولا في ايد نادي اي المصري الاتحاد، ايا كان مين. مش في ايدي، مش انا اللي هحط القرار ولا هحط القانون. تمام. انت النهارده بتعمل حسابات، فالحسابات دي بتبقى موجوده، خلينا نتفق عليها انها موجوده. يعني هو وانا متاكد هتفضل موجوده على طول. فانت النهارده عايز تطور، يبقى لازم تمشي على الاثنين دول، النظام والقانون. على الكل. على الكل. على الكل، عشان تقدر يعني هتقدر تصنع حاجه، هتقدر تبرز الدوري بشكل تاني، بشكل مختلف، بـ 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 بقوانين. انت ما عندكش الحاجات دي. انت النهارده، هل النهارده لعيبه بتتأيد يوم جمعه؟ طب والتيام ماس اللي احنا سمعنا عليه؟ هنسمع بقى حاجات كتير. طب والاستقاله لرئيس منطقه بني سويف لكره القدم، الاستقال يعني يا كابتن كلام متضارب. يعني احنا مش عارفين الحقيقه فين، مش عارفين مين صح ومين غلط. وده يعني نرجع للنقطتين اللي حضرتك بتتكلم فيهم، النظام والقانون. مش موجود. مفيش. مش موجود يا عمر، بجد مش موجود. انت النهارده زي ما بقول لك كل حاجه متاحه. وعلى فكره انت مش لعيب واحد اللي اتأيدت له، الاثنين. اثنين. طبعا. فبغض النظر، ماشي، يعني النهارده انت بتقدر تعمل قرارات، وبتقدر تدي مساحات للناس تعمل اي حاجه، وبالذات يوم عطله. انا بتكلم عشان هو يوم عطله، يعني يوم اجازه. فدي علامات استفهام بالنسبه لي يعني. لكن في النهايه لازم يبقى في قانون للناس كلها، في التزام بقى، وما نقعدش كل مره نقول اصل ده طلب، اصل طب معلش اصل الموسم ده استثنائي، اصل القيد ده استثنائي. ما كل مره كده، الموسم ده يا جماعه استثنائي، اصل الموسم ده القيد فيه استثنائي، فمعلش المره الجايه، المره اللي بعديها. طب قايمه 25 لا قايمه 30، لا الدوري مجموعه لا الدوري مجموعة. يعني انت عندك بقهوه شخصيه بيدار كل حاجه، او بالمصالح، هي دي المشكله. ولما تيجي تسال الناس يقول لك اصل النادي الاهلي ساعات بيرجع في قراره، فاحنا مش هنرجع في قرارنا. طب ماشي خلاص، مالكش دعوه بالنادي الاهلي، يعني ما تجيبش سيره النادي الاهلي، خليك انت انت المسؤول عن اللعبه، خليك انت اعمل لنا اطار نمشي عليه، او كل الناس تمشي عليه بس. فلو انت عندك طبعا التطوير ده لازم، مهم جدا. انا مش شايف اي تطوير بصراحه، انا مش شايف اي تطوير يعني للاسف. يعني ما انا اتمنى ان يبقى في تطوير الفتره اللي جايه، يعني انا اتمنى يبقى في تطوير وفي شغل وفي حاجات كتير جدا جدا. يعني انا عارف، انا كنت قاعد مع كابتن ربيع من 4 ايام، كان عنده مباراه في منتخب مصر، وكان عنده معسكر، وقعدت معاه واتكلم وشرح لي حاجات كتير جدا جدا، لان احنا عندنا لعيبه طبعا بنتابعها انا وكابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي مبروك واخدني معاه في كل حاجه، بيساعدني بشكل كبير جدا. فروحنا اتفرجنا على المباراه، فاتكلمت مع كابتن عشان التطوير وعشان الاداء وعشان كل حاجه. الراجل بيتعب جدا يعني عشان يحط برنامج الناس تمشي عليه وتوافق له. هم مشكورا بيوافقوا له، بس لازم تساعدوه بقى، يعني تساعدوه اكتر من كده. صدقني جيل 2001 ده هيبقى احسن جيل في مصر الفتره اللي جايه، بكلمك بجد. ان شاء الله. لعيبه من اهم اللعيبه اللي موجوده على مستوى القطاعات كلها في مصر. خلي بالك، وهتشوف وهفكرك ان اللعيبه دي من احسن اللعيبه اللي هتيجي في مصر الفتره اللي جايه، مستقبل النادي، مستقبل طبعا النادي الاهلي، ومستقبل مصر اللي جاي الفتره اللي جايه.